اهلا بيكم، انا مصطفى ودي حلقه جديده من قهوه اليورو. والنهارده نتكلم عن المجموعه الرابعه، المجموعه اللي متحمس جدا اتفرج عليها. مجموعه جميله جدا بتضم كرواتيا، انجلترا، التشيك، واسكتلندا. مجموعه مميزه جدا، نتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده عن المجموعه الرابعه. فيلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاصين. خلونا نبدا بوصيف كاس العالم، خلونا نبدا بكرواتيا. كرواتيا تاريخها الفعلي في اليورو بدأ سنة 93 بعد انفصالها عن يوغوسلافيا، وكرواتيا ما كانش ليها أسهم قوية في تشكيلة المنتخب اليوغوسلافي. شاركت في اليورو 5 مرات، أفضل إنجاز عملته في اليورو هو الوصول لدور الثمانية سنة 96 وسنة 2008، وكمان وصلت لدور ال 16 سنة 2016. ويعتبر كرواتيا من أكتر المنتخبات اللي شاركت في اليورو وما فيش ولا مرة فيها قدروا يوصلوا للمربع الذهبي ولا الفاينل. اكتر لاعب شارك مع كرواتيا في اليورو هو داريو سيرنا ب 12 مباراه. مدرب منتخب كرواتيا هو زلاتكو داليتش. زلاتكو داليتش حابب اقول عليه ان هو من اجرى المدربين اللي عدوا عليا بصراحه في تاريخي لمشاركتي على اليورو. مفيش مدرب شفته في نصف نهائي المونديال وضد انجلترا بيخاطر وبيلعب 90 دقيقه من غير ولا تغيير، وكانه عارف انه يوصل للشوط الاضافي او الوقت الاضافي او الاكسترا تايم، وفي الاكسترا تايم بيرمي من دك 4 تبديلات 4 اوراق، وكانه بينزل فريق جديد بيخلص له المباراه وبيوصل للفاينل. وبصراحه زلاتكو داليتش كان يستحق المونديال. منتخب كرواتيا اللي بيضم افضل جيل ليه بصراحه ابتدى يفقد عناصره واحده واحده، بدايه من راكيتيتش اللي اعتزل دوليا، ومازكوتش اللي اعتزل دوليا، وماركو روج اللي جاله رباط صليبي. كل دي اسماء هتغيب عن اليورو اللي جايه، وكل اسم فيهم ما تعرفش تعوضه اطلاقا. يمكن راكيتيتش ممكن تعوضه بكوفازيتش اللي اخيرا هيبقى ليه مكان اساسي جوه تشكيله المنتخب، ده غير كبر سن مودريتش. ومودريتش ميل كتير قوي اليورو دون او مونديال قطر السنه الجايه، هما هيبقوا اخر بطوله للمعلم الكرواتي مودريتش. في كام اسم شاب ابتدى يخش في الصوره، وده اللي بيدينا امل ان المنتخب هيفضل مكمل بشكله القوي في البطولات. منتخب كرواتيا معاه مجموعه كبيره جدا من اللاعبين المميزين، سواء على وسط الملعب او المهاجمين او حتى مدافعين، ومنتخب كرواتيا قادر جدا يوصل بعيد في اليورو ده. توقع الكرواتيا ان هم يعدوا المجموعه في المركز الثاني بعد انجلترا، وكمان توقع ان هم يوصلوا بعيد جدا في البطوله، وممكن كمان يوصلوا للمربع الذهبي لاول مره في تاريخهم. ونيجي لاصحاب الكوره الانجليز. اول سؤال هيجي في دماغك وهتساله لنفسك اول ما نتكلم عن انجلترا، ان انجلترا معاها كام لقب؟ الاجابه 0. طب وصلوا كام نهائي؟ الاجابه برضو 0. ايه ده، امال منتخب كبير على اساس ايه؟ حقيقي منتخب انجلترا من اكتر المنتخبات المحيره اللي شفتها في حياتي. عادي جدا تمتلك جيل كل مركز فيه اسطوره، زي جيل بيكهام وروني وجيرارد ولامبارد وسكولز وتيري وفيرديناند وجيو كول واشلي كول وروني ومايكل اوين وجاري نيفل، والطبخه كلها تبوظ عشان معاك حارس مرمى تعبان اسمه روبنسون، مدرب اسمه سفين جوران اريكسون. باختصار انجلترا شاركت في اليورو 9 مرات وقدرت توصل لمربع ذهبي مرتين، اول مره كانت 86 مع جيل الف رامسي اللي خدوا ساعتها كمان كاس العالم، مع العلم ان يورو 68 اصلا كان مكون من 4 منتخبات، يعني انجلترا ولا كانها عملت حاجه. والمره الثانيه كانت 96 اللي استضافتها اساسا، وكان انجلترا كانت لازم تلعب تحت سقف لندن عشان تعرف تعمل حاجه، وبالتالي انجلترا اكتر منتخب شارك في اليورو وما قدرش يوصل للنهائي ولا حتى ياخد اللقب. اكتر لاعب شارك مع انجلترا في اليورو هو جاري نيفل ب 11 مباراه، والهداف التاريخي لانجلترا في اليورو هو الان شيرر ب 7 اهداف. وكمان انجلترا هتشارك في استضافه البطوله على ملعب ويمبلي، ملعب ويمبلي اللي هيستضيف مباريات المجموعه الرابعه، ومباراه من دور ال 16، ومباراه من دور نصف النهائي ودور النهائي. وبكده يعتبر انجلترا اللي واخده نصيب الاكبر في الاستضافه، وما عندهمش اي حجه ثانيه انهم ما ياخدوهاش. معاك جيل عتيق وفتاك يقدر يكسب اي منتخب في اليورو، هتلعب كل ماتشاتك على ملعبك، بتدبرها لك هي السنه دي. انجلترا معاها سكواد متكامل في كل خطوطه، من حراسه المرمى للمدافعين لنص الملعب للمهاجمين، وقال له كام اسم هيصنعوا الفارق جدا مع انجلترا السنه دي. اولهم جريليش متوسط ميدان استون فيلا، مرورا بميسن ماونت اللي قدم موسم خرافي مع تشيلسي، وكمان فودن اللي عامل موسم اكتر من رائع مع مانشستر سيتي، وكالفرت لوين مهاجم ايفرتون اللي متوقع انه يقدم يورو كبير قوي السنه دي،
وفي لاعبين عايزكم تحطوا عينيكم عليهم السنه دي في اليورو، واول لاعب هو بيلمنجهام نص ميدان دورتموند، لاعب عنده 18 سنه، لاعب جامد جدا في نص الملعب، ومتوقع ان هو كمان هيصنع فارق مع انجلترا السنه دي وقدم يورو مميز. واللاعب الثاني هو ساكا جناح ارسنال، لاعب مميز جدا وعمل موسم كويس مع ارسنال، وحتى في الوديات كان بيسجل مع انجلترا، متوقع برضه انه يصنع الفارق مع انجلترا السنه دي. طبعا في لاعبين كبار جدا مع انجلترا في اليورو في السكواد، معاهم هاري كين ومعاهم ووكر وستونز وبيكفورد وهندرسون، معاهم لاعبين تقال جدا في القايمه والسكواد بتاعهم السنه دي كتير جدا، بعيده عن خروج ارنولد من السكور او من السكواد بتاع اليورو بسبب الاصابه ودخول بداله بين وايت مدافع برايتون. طبيعي بالسكواد دوان الانجليز يحطوا بطنهم بسطيخه صيفي، بس خبره السنين بتقول عكس كده تماما. انا عن نفسي متوقع ان منتخب انجلترا هيوصل لبعيد قوي في اليورو ده لو ما خدش اليورو اصلا. حاجه مهمه بس لازم اقولها قبل ما اقفل جزئيه انجلترا، جريليش هتاوس جيت، جريليش هو اللي هيجيبها لك. ايه اللي تشيك؟ التشيك منتخب مليان تفاصيل ولعيبه وبطولات وجوائز، وجايز اللي اقوله لك على التشيك دلوقتي ما كنتش تعرفه قبل كده، فجيب الباب وراك وتعالى اقعد اعرفك على التشيك. منتخب التشيك كان بيلعب تحت مسمى تشيكوسلوفاكيا، وقدر ساعتها يوصل اليورو 3 مرات، قدر يحقق اللقب سنه 76، وقدر ياخد المركز الثالث سنه 60 وسنه 80. بس مين بقى صاحب الهدف التاريخي اللي جاب لتشيكوسلوفاكيا البطوله سنه 76؟ لاعب اسمه انتونين بانينكا. ايوه هو بانينكا صاحب البنالتي الاشهر على الاطلاق، والبنالتي دون هو ده اللي كسب تشيكوسلوفاكيا اليورو على حساب المانيا. بانينكا دخل في اخر ضربه جزاء لتشيكوسلوفاكيا وخلى حارس المانيا يروح في زاويه، وهو يحطها بتشب كده لحد ما تخش الجون، وساعتها الصحف اللي كانت بتغطي الحدث كانت بتتحاكى على الجول ده. بعد ما اتفكك منتخب تشيكوسلوفاكيا بقى فيه منتخبين، منتخب التشيك ومنتخب سلوفاكيا. التشيك ما غابتش في ولا مره عن اليورو، ده كمان وصلت في النهائي سنه 96، وساعتها خسرت الفاينل ضد المانيا بجول بيرهوف الذهبي، ويعتبر النهائي دون رد الدين للتشيك بعد ما تشيكوسلوفاكيا خدت منهم اليورو سنه 76. اكتر لاعب شارك مع التشيك في اليورو هو بيتر تشيك ب 14 مباراه. مدرب التشيك هو يروسلاف سليهافي، هو مدرب تشيكي. طبعا الجيل الحالي لمنتخب التشيك مش زي الاول، ولكن معاهم كذا لاعب مهم ولامع مع فرقه في اوروبا، ولكن يظل منتخب التشيك انت عارف اخره فين. ابرز لاعبين منتخب التشيك سوتشيك نص ملعب وست هام، وفلاديمير تسوفال باك يمين وست هام، ولو انت بتلعب فانتزي هتعرف قوي تسوفال. وفي لاعب عايزك تحط عينك عليه في اليورو دون هو جناح سمبدوريا ياكوب ياناكتو، لاعب مميز جدا وحط عينك عليه. ومعاهم كمان باتريك تشيك مهاجم بايرن ليفركوزن وروما السابق، ومعاهم ماتي فليدرا مهاجم بيرلي، وبرضه لو بتلعب فانتزي هتبقى عارف اللاعب ده. كلها اسماء كويسه وممكن تاخد المنتخب وتروح بيه لبعيد لحد مثلا ربع النهائي. توقعي بصراحه مش هيكون في صالحهم قوي، لان شايف ان منتخب اسكتلندا اقوى منهم بكتير وقادر ان هو يخسرهم. بما ان اسكتلندا هتكسبهم فاكيد مش هيقدروا يقدموا نتيجه ايجابيه ولا قدام كرواتيا ولا قدام انجلترا، فعندي احساس كده وكمان توقع ان هم يبقوا رابع مجموعه او ممكن يكونوا تالت عادي، وبناء على نتائج المجموعات الثانيه هيتاهل ولا لا. اسكتلندا، اسكتلندا منتخب كده تحسه من ريحة انجلترا او كان مع انجلترا ونشق عنهم، لان تقريبا معظم لعيبته بتلعب في الدوري الانجليزي، وممكن كمان تكون مفتكرهم ان هم لعيبة انجليز ولكن في الاصل هم اسكتلنديين. منتخب اسكتلندا تاريخه مش كبير في اليورو، هو لعب في تاريخ كله مرتين بس اليورو سنة 92 وسنة 96، فالمرتين خرج من دور المجموعات. لو في فرصه لمنتخب اسكتلندا انه يصعد من دور المجموعات فهي السنه دي اقرب فرصه ليه. هو في مجموعه صعبه الحقيقه، بس سهل ينتج مكسب سرقه او تعادل اجلي فوتبول يعدوا بيه منتخب بريزيل وقوي وقادر يعملها. اسكتلندا هتشارك في استضافه البطوله دون بملعب هامبدن بارك. اسكتلندا تلعب على ملعبها كل مبارياتها ما عدا مباراه انجلترا، والملعب دون هيضم مباريات المجموعه الرابعه ومباراه من مباريات دور 16.
تعالى بقى اقول لك ابرز اللاعبين في منتخب اسكتلندا، ولو انت متابع جيد للبريمير ليج اكيد هتبقى عارف اللعيبه دي. عندهم مثلا في نص الملعب جون ماجين، نص ملعب استون فيلا، وسكوت ماكتوماي، نص ملعب مانشستر يونايتد، وجوني فليك، نص ملعب شيفيلد يونايتد. معاهم في الاجنحه ارمسترونج جناح ساوث هامبتون، وراين فريزر جناح نيوكاسل وبورموث السابق. معاهم في الدفاع ليام كوبر قلب دفاع ليدز يونايتد، ومعاهم من ابرز لاعبين الدوري الانجليزي تيرني باك شمال ارسنال، وكابتن المنتخب وابرز لاعب في المنتخب وافضل باك شمال في العالم اندي روبرتسون باك شمال ليفربول. وفي كمان لاعب عايز تحط عينك عليه في اليورو دون، ولاعب ممكن يعمل مفاجاه ويقدم موسم مميز او يورو مميز مع اسكتلندا، هو بيلي جيلمور نص ملعب تشيلسي الشاب. افتكر الاسم ده كويس وخليه في دماغك، حط عينك عليه في اليورو. كلها اسماء قويه واسماء كبيره، ولو بتلعب فانتزي او متابع البريمير ليج هتعرف كل واحد انا قلت اسمه دلوقتي، وينعم واقع في مجموعه صعبه، ولكن الاسماء دي ممكن تاخد اسكتلندا وتروح بيه لبعيد بس يصعدوا المجموعه الاول من المجموعه اللي ملهاش ملامح دي. توقعي ممكن ما يكونش واقعي شويه، بس انا اتوقع ان منتخب اسكتلندا مش هيصعد بس المجموعه، لا ده هيكون الحصاد الاسود للبطوله وممكن كمان يروح لبعيد، وهتبقى كمان ارخم فريق ممكن اي حد يلعبه، عنده نص ملعب قوي شرس سواء في افتكاك الكوره او الصلابه الدفاعيه، وعندهم في الدفاع روبرتسون وتيرني وويليام كوبر. منتخب قوي ورخم، وخليك فاكر منتخب اسكتلندا مجموعه جميله، وكل الفرق اللي فيها بحبها، ومتحمس جدا اتفرج على المجموعه دي واشوف المجموعه دي بالذات. فلو في الاخر ده قرار شخص واحد في المجموعه الرابعه، مجموعه مميزه جدا وفيها فرق تقيله، كرواتيا انجلترا اسكتلندا تشيك، مجموعه بتبقى ماتشاتها كويسه وماتشاتها جميله جدا، وهتبقى حابب انت تتفرج على ماتشات المجموعه دي. بس فلو ناخد قرار انا وتوقعنا لترتيب المجموعه، قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعك للصاعدين من المجموعه، وقول لي كمان توقعك اسكتلندا يبقى حصان اسود في البطوله زي ما قلت لك، ولا انا بضرب ضرب من ضروب الخيال. قول رايك في الكومنتس، لا الحلقه ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اول حلقه تنزل على طول يوم الاول واحد، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر، وتابع معاك وسط الحلقه الجايه. سلام.